نرحب في البداية بضيف حلقتنا. ينضم إلينا الدكتور محمد عبد الكريم، الأمين العام لرابطة علماء المسلمين من إسطنبول. دكتور عبد الكريم، السلام عليكم ونشكركم الانضمام إلينا في هذه الساعة. هل هذه الاقتحامات المتكررة للمستوطنين تحمل مآرب ربما وخطط للاعتداء بشكل أكبر على الأقصى وأولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أشكركم في قناة الحوار على الاستضافة. هذه القضية هي قضية مفصلية بالنسبة للكيان الصهيوني وللعصابات اليهودية ولمنظماتهم التي تمني نفسها بحصول الحرب الثالثة للتكوين، يعني الكيان الصهيوني تمهيدا لخروج مسيحهم الدجال. يعني لا بد من ان نفهم ان القضيه بالنسبه لهؤلاء المستوطنين المتطرفين المتعصبين لخرافاتهم، يعني هذه الاقتحامات ليس عبثا يقومون بها، ليس عبثا، وهنالك اساسا فكره صهيونيه أنه لا بد للخروج المسيح الموقف بالنسبة لهم والملك الذي سيقودهم لحكم الأمميين في العالم، لا بد من ثلاث خطوات. تمت خطوتان وهما إعلان دولة إسرائيل بحرب 48، ثم إعلان انضمام أو ضم القدس عاصمة للكيان الصهيوني حرب 67، حرب الأيام الستة. ثم بقيت حرب ثالثة لا بد من أن يخوضوها، هذا في مفهومهم. هذه الحرب الثالثة هي حرب هدم المسجد الأقصى وبناء المعبد على أنقاض هذا المسجد الأقصى. وهذه المسألة بالنسبة لهم تأخرت جدا في ترتيباتهم التي كانوا يرتبون لها، فهم يظنون بأن هذه المسألة يجب أن يعني يتم تغيير سريع في المنطقة وفي القدس خصوصا من أجل التمهيد لهذه المسألة. ولذلك الشرطة الإسرائيلية ما كان لها إلا أن توافق اليوم، طبعا الآن قبل قليل هم وافقوا على مسيرة أعلام يعني قبل ساعتين تقريبا، والمستوطنون الآن يجوبون البلدة القديمة بالقدس في شوارعها، والمقدسيون إذن بعد رفض الشرطة تعود وتصرح بالقيام بهذه المسيرة. نعم نعم نعم، هي الآن تصرح بهذه المسيرة، وكما وصدق ظن المقدسيين الذين قالوا بأنه يعني لا أمان للشرطة الإسرائيلية أبدا في والتلويح بالتأخير أو التأجيل هو من باب فقط تخدير المقدسيين من أن يقوموا بدورهم في حراسة المسجد الأقصى والتنادي من أجل التجمع في المسجد الأقصى. لكن نحن على يقين بأن الفشل الذريع الذي منوا به في رمضان، في 25 من رمضان حين كانوا يمهدون للمسيرات الكبرى في 28 من رمضان تقريبا، أنهم على أبواب فشل إن شاء الله تبارك وتعالى. هم يحاولون أن يكفكفوا يعني ذل الهزيمة التي منوا بها في الأيام الماضية للقيام ببعض المسيرات والتجمعات بحماية الشرطة الإسرائيلية من أجل أن يظهروا للكيان الصهيوني ويعني للمواطنين المحبطين، لأن هناك في إحباط عام موجود في دولة إسرائيل تجاه مصير ومستقبل هذه الدولة بعد الذي حدث يعني في آخر رمضان. على كل حال هو أمام غزة. نعم. إذا حصل هذا الاقتحام غدا بمسيرة الأعلام هذه المزعومة، على الأرجح وهذا ما ذكرته المقاومة، لن تتخلف وبالتأكيد ستكون حاضرة كما كانت في رمضان. لكن سؤالنا الليلة على هذه الأمة، ما أشرت إليه خطير جدا، هذه الاقتحامات وهي تدنيس يفترض أنه لا يقبل أصلا أن يدنس المسجد الأقصى من هؤلاء المستوطنين. يعني لو كان كنيس يهودي في أي مكان في العالم دخله مسلم واحد لقامت الدنيا ولم تقعد، فلماذا المسلمون يقبلون بتدنيس أقصاهم؟ هذا أولا. وثانيا،
إذا كان ما أشرت إليه دقيق بأن هؤلاء يحضرون لهدم الأقصى وإقامة هيكلهم المزعوم، فلماذا حالة الصمت باعتقادك في هذه الأمة؟ حالة الصمت التي تعيشها الأمة تربى بها النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث لما قال عليه الصلاة والسلام ولكنكم غثاء كغثاء السيل. مع كثرة الأمة وهي أمة المليار، إلا أن هذه الأمة الآن مخدرة وحصل عندها من الهوان الذي ذكره النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث لما قال عليه الصلاة والسلام ولينزعن الله المهابة من صدور عدوكم ولقذفن الله في قلوبكم الوهن. قالوا وما الوهن يا رسول الله؟ قال حب الدنيا وكراهية الموت. اليوم الأمة تعيش حالة من غياب الوعي بسبب ركونها إلى الدنيا وغياب الرسالة التي كانت تحملها. يعني الله سبحانه وتعالى جعل هذه الأمة كما في الآية كنتم خير أمة أخرجت للناس، لها رسالة هذه الأمة. متى ما تركت هذه الأمة رسالتها للعالمين لإنقاذ البشرية ولإخراجها من الظلمات إلى النور فإنها تصاب بهذا الداء الذي نحن نعيشه اليوم. لكن مع ذلك يعني هذا الداء الآن أصبح متحوصلا في الأنظمة والحكومات أكثر من الشعوب. اليوم نحن نرى أنه الشعوب يعني عندها من الانتفاضة وعندها من الحراك يعني بصورة متقدمة كثير على الأنظمة. وقد رأينا ذلك في الأردن، يعني أنتم رأيتم وقناتكم أيضا رصدت تلك الجموع التي اجتازت الحدود يعني وأحدثت نوع من يعني قلب الموازين في الأردن. يعني وكذلك أيضا ما حدث في يعني في لبنان وفي غير لبنان. أنا أقصد أن هنالك نوع من الوعي الجماهيري يعني تجاه ما يحدث في القدس. طيب في هذا في ظل هذا الواقع دكتور عبد الكريم، يعني عندما كانت الدولة الإسلامية قائمة في الخلافة الراشدة وغيرها كان الخليفة هو الذي يأمر ويأمر بالنفير فيأتيه كل قادر على الجهاد والنفير. الآن في ظل هذا التشتت الذي تعانيه الأمة وأنظمة لا تسمح حتى بمظاهرة فما بالك بالنفير، كيف ومن يستطيع أن يدعو للنصرة وكيف شكل النصرة؟ يعني أنا أفترض فقط فرضا غدا تمكن هؤلاء المستوطنون من في مسيرة أعلامهم المزعومة هذه من دخول الأقصى وعاد المشهد إلى المربع الأول، أطلقت المقاومة صواريخها وردت دولة الاحتلال هذه المرة بشكل أكبر بكثير مما حصل في المواجهة الأخيرة. يعني الأمة يمكن أن تختلط هذا بذاك، فمن يستطيع الآن أن يكون له الصوت، أن يكون له السبق في الحديث عن هذه المسألة؟ يعني السبق لمن سبق، لأنه يعني هي المسألة في أنا أقصد الأنظمة، العلماء، الشارع، الأحزاب، لأنه نعم تفرقت المسألة الآن. نعم هو يعني هذه الأمة هي بحاجة إلى قيادة الآن وهي تتطلع إلى هذه القيادة. طيب ما دامت القيادة غائبة ماذا نفعل؟ القيادة لا، القيادة ستكون، هي القيادة الآن تتشكل. القيادة تتشكل في العلماء الذين يعني يثبتون ويدفعون الثمن ويقولون كلمة الحق، وهؤلاء يسقلون الآن لأجل قيادة الأمة. وأيضا الذين في الصف الأول أمام هذا العدو في بيت المقدس وأكناف بيت المقدس وفي غزة من قيادة القيادة التي تقوم بالمقاومة وبرد هذا العدوان، هذه قيادة تتشكل. فهنالك قيادة تخرج من رحم هذه المأساة التي تعيشها الأمة اليوم. فهذه الشعب هو الذي يصنع قيادته، الشعوب هي التي تصنع القيادة، لا القيادة هي التي تصنع الشعوب. الشعوب يعني هذا الجيل هو الذي يصنع قيادته اليوم. فالمطلوب الآن من يعني القيادات المجتمعية سواء كانوا علماء أو كانوا مفكرين أو كانوا إعلاميين أو كانوا غيرهم أن يقوموا بدورهم. لو كل واحد منا قام بدوره فيما يجب عليه لإيقاظ هذه الأمة ولحشد طاقاتها وللدعوة إلى اصطفافها وتوحدها والقيام بمهامها، عندها ستجد أن الأمة يعني ستلد قيادتها الرشيدة التي تعود بالأمة إلى سابق عهدها ونهضتها بإذن الله تعالى. المطلوب هو
أن تتحرك الأمة بقياداتها المجتمعية، أن تتحرك بما لديها وألا تقف متفرجة. هذه المشكلة، يعني نحن إذا ابتعدنا عن السلبية وعن مجرد الانتظار والقعود، يعني عندها يعني سيحصل ما يحصل من الانتكاسات. لكن ما دامت الأمة متحركة ومنتفضة وتقوم بدورها، أو كثيرون يقومون بدوره، فنحن متفائلون إن شاء الله تعالى. الدكتور محمد عبد الكريم، الأمين العام لرابطة علماء المسلمين، كنت معنا من إسطنبول، نشكرك جزيل الشكر.